نعلو ونرقى حول معلم تاريخه عريق. من قلعة الشهباء تتوسع مداركنا وتتضح المعالم. ها هي نزوة، بيضة الإسلام، العاصمة السياسية القديمة لعمان، منبر العلم ورفعة الإنسان عبر التاريخ العماني الذي شق البحار وجاب العالم ورفع من مكانة عمان الطاهرة. تجد في أروقة سوقها انعكاسات سكانها بالبساطة والبهجة والعمل النؤوب، وإنما قصد هنالك رائحة آخاذة للقهوة العمانية، تجد فيها أصالة الكرم والضيافة. هذه الأرض الطيبة رصعت عصور التاريخ العماني بجواهر الإنجاز ولآلئ الإعجاز، ولم يترجل العمانيون اليوم عن صهوات التفوق العلمي، إذ تشع أنوار العلم من منابر المعرفة تتصدرها البرامج التقنية والتكنولوجية التي تصدح بها أقسام الكلية التقنية بنزوة. منذ عام 1993 حتى اليوم، وهذه الكلية التي خطت لتفتتح فرصا للتقنيين والباحثين عن المعرفة، وأسست طموحا عازما على البحث العلمي في أذهان الشباب العماني، وفتحت لهم آفاقا لتطبيق ما أنجزوه خلال سنوات الدراسة في مختلف مواقع العمل. عبر ردهتها ومبانيها وأرجائها الممتدة نحمل لكم الكثير من التفاصيل، ومعها حملنا على عاتقنا رؤية مستقبلية بأن تصبح الكلية مؤسسة تعليمية تقنية رائدة تقدم فرص تعليم وتدريب عالية الجودة لإعداد وتمكين شباب المستقبل من العمانيين لرفض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن. ولازلنا نواظب على تقديم تعليم عالي الجودة متمحور حول الطالب لتخرج كوادر تنافسية قادرة على الدخول في سوق العمل بثقة ومهارات تكنولوجية وشخصية قوية ومهيئة جيدة للمساهمة الفاعلة والنجاح المستمر. ولقد سعى مجلس الكلية ومجلس الأمناء بدورهم على توفير أفضل السبل لرسم السياسات العامة للكليات ومتابعة تنفيذها، ويضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لإيجاد الشراكة الفاعلة بينهما. وعلى مدار السنوات زادت الفرص والتخصصات الدراسية، واحتفينا خلال سنوات عدة بتخريج حوالي 6400 خريج وخريجة. يبدأ الطالب في برنامج السنة التأسيسية بمركز اللغة الإنجليزية لاكتساب مهارات التواصل باللغة الإنجليزية وفي مجال الرياضيات والحاسوب، ولخلق بيئة دراسية وترفيهية ورفع مستوى الكفاءة التعليمية. ثم ينطلق لرغبته وتخصصه المناسب، وتقودنا الخطى أولاً نحو قسم الهندسة الذي يعد الأكبر في الكلية. ويعرض القسم عدداً من البرامج المتميزة في الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب الآلي وهندسة الاتصالات والإلكترونيات وهندسة النفط والغاز. يحوي قسم الهندسة على عدة مرافق دراسية مجهزة بأحدث التقنيات التي توفر للطالب بيئة دراسية خصبة لتلقي المعلومة بسهولة ويسر، وتساعده على أداء التجارب العملية التي تهيئه لسوق العمل. ويأتي قسم الدراسات التجارية كأحد التخصصات التي تمكن الطلبة من القيادة والريادة والمنافسة في سوق العمل من خلال الأساليب التدريسية المبتكرة والمتنوعة والأنشطة التعليمية والعملية. ويضم في جنباته تخصصات مختلفة تشمل تخصص المحاسبة
تخصص التسويق، تخصص الموارد البشرية. ويتبنى القسم أداة البحوث العلمية إدراكاً لأهميتها في اكتساب المعرفة وتسهيل العملية التعليمية، تهدف إلى دراسة السوق المحلي والعالمي والمشاكل التي يواجهها المجتمع في سبيل إيجاد الحلول العملية لها. ويأتي قسم تقنية المعلومات ليقدم لمرتاديه من الطلبة تخصصاً به العديد من التشويق والمعرفة. ويوفر القسم 4 تخصصات، وهي تخصص قواعد البيانات، تخصص هندسة البرمجيات، تخصص الشبكات، وتخصص أمن المعلومات. وهنالك طريق للشغوفين للأعمال والابتكار عبر قسم ريادة الأعمال والابتكار بالكلية، والذي جاء لإيجاد بيئة تعليمية محفزة للإبداع في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، عن طريق احتضان أفكار الطلبة والخريجين وتحويلها إلى مشاريع استثمارية. نواصل علاقاتنا مع طلابنا، فهم ونحن جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة، فكان لابد من وجود المجلس الاستشاري الطلابي الذي يعد كحلقة وصل بين الطلبة وإدارة الكلية، وتجسيدا لرغباتهم وتطلعاتهم العلمية والعملية ومشاركتهم على شتى المستويات. كما أن هنالك العديد من الأقسام الأخرى التي تعنى بالأنشطة والتدريب والتوجيه والعمل. وكما يعمل قسم الإسكان والأنشطة الطلابية والتخرج على بناء الشخصية المتوازنة للطالب، والتي تهدف إلى تعزيز احتياجات الطلاب بتوفير النمو الفردي والاجتماعي والأكاديمي والتقني والمهني. كلنا نعلم أن لكل شخص مبدع هنالك قصة وراءه، حول وقت التعلم والتشبع والتحول لشيء آخر، ولخوض تجارب تحدد ماهيتهم من جيل جديد من المكتشفين والمخترعين والمجتهدين، عبر تقديم نوع مميز من التعليم والتجارب يقدمها أساتذة خبيرون وبتجارب عميقة. ولكن قبل ذلك يجب أن تكون جزءاً منا لتكتشف المزيد ولتخوض المغامرة. الكلية التقنية بنزوة.